لا مخصصين التعليم الاولي، لا البنيات التحتيه، وكذلك لتحتيه الشباب. كذلك المرحله تسكرات ان شاء الله غتعوض ان شاء الله غير المناطق امن غير التعليم الاولي تدو غير ابعاد النقطه ان شاء الله هنا قلان الدواور الجبال وعاودي غور الرحال عاودي غور المرحلتين المرحله نكزرين يعني بعدا السنث يون في يوسف العمل بعدا غور الجماعات غور الجمعيات غور الجماعات غور الجميع وكذلك تبنان في العدد مقارن المراكز المؤسسات كذلك تبنى واحد العدد مقارن إبردان وضن ومن غير الدواور كذلك أسيد وكذلك البنين المدارس يعني مشاريع تبارك الله بزاف المشاريع الحمد لله. المرتكزات اللي غتقوم على المرحله الثالثه ديال المبادره رجعت عليها دابا عاود نشوف. اهم المرتكزات هي الدفع بالتنميه البشريه لصالح الاجيال الاجيال الصاعده ولا فيما يخص يعني الصحه ديال الام والطفل لا فيما يخص مواكبه وزاره التربيه الوطنيه فيما يخص التعليم الاولي ولا سيما في المناطق اللي هي ما فيهاش المدارس وكذلك مواكبه يعني التندرس باش نقصوا من الهدر المدرسي وكذلك كاين برنامج خاص لادماج الشباب في النسيج الاقتصادي ان شاء الله وكذلك يتم تحسين كل ما انجز في المرحلتين الاولى والثانيه لا فيما يخص تدارك الخصائص في البنيه التحتيه ولا سيما في العالم القروي وكذلك مواكبة الأشخاص اللي هما في وضعيات هشاشة جميع الفئات وذات فئة جديدة هي قصور الكلام. هذا اللقاء اللي ترأسه السيد والي جهة رباط سلا القنيطرة والسيد الوالي الملصق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يأتي لتقديم محتوى المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 19 سبتمبر 2018. وهذه المرحلة الثالثة اللي تستمد الأسس ديالها من خلال التوجيهات السامية الملكية من خلال الخطاب الملكي السامي ل 29 يوليوز 2018 بمناسبة عيد العرش المجيد. وتهدف هذه أو تؤسس هذه المرحلة الثالثة لمقاربات جديدة وطموحة تهديف إلى الارتقاء النوعي بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف كذلك إلى دعم وتعزيز الالتقائية من خلال تحقيق اندماج أكبر في مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتهدف كذلك إلى تعزيز الحكامة من خلال دعم التشاور والتناغم في الأجهزة في أجهزات الحكامة وتمت في هذا الإطار إعادة هيكلة أجهزة الحكامة بحيث سوف يترأسها السادة البشوات على مستوى جميع الدوائر الحضرية وفيما يخص العالم القروي على الصعيد الوطني وتهدف هذه المرحلة الثالثة طبعا إلى تعزيز وتحصيل المكتسبات تهدف كذلك إلى الارتقاء بالرأسمال البشري للأطفال للأجيال الصاعدة وتهدف كذلك خصوصا للإدماج السوسيو اقتصادي للشباب وهذا من خلال واحد الباقة ديال التدخلات وباقة ديال المشاريع والبرامج تهدف من خلال البرنامج الأول إلى تدارك الخصائص فيما يخص البنية التحتية تدارك الخصائص أيضا فيما يخص الخدمات الاجتماعية تهدف كذلك إلى مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتتميز هذه المرحلة الثالثة بعدم الاقتصار ديال 10 الفئات اللي كانت مستهدفة في المراحل الأولى
بإضافة فئة أخرى تهم المرضى ذوي القصور الكلوي. البرنامج الثالث من خلال مشاريع وبرامج نوعية سوف يهدف إلى الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. والهدف الرابع والذي البرنامج الرابع يهدف إلى تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة من خلال باقة من المشاريع الطموحة والجديدة تهم مواكبة أطفالنا منذ الولادة إلى حين إدماجهم سوسيو اقتصادي عبر عدد ديال التدخلات وعبر عدد ديال البرامج تهم دعم التمدرس ديالهم تهم دعم الصحة ديالهم تهم مواكبتهم وتوجيههم الى بلوغ ان شاء الله بنجاح الادماج السوسيو اقتصادي والنجاح ديالهم في حياتهم الاجتماعيه. شكرا سيد الوالي. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس